لا تزعلي مني يا اهل، لا خبيت امك يا زيتون. هو جاب الاخضر كده ليه؟ وايه اللي اتقلب النهارده؟ انت مساعن يا سيدي، انت مساعن. سلام عليك يا مساعن. الله معنا الحال. انت مساعن يا سيدي. مش فاهم حالا. مع السلامة عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي. حنيني. احنا كده بقى في مصر بقى ملوش لازمة بتعمل غير بقولك والنبي. احنا هنا مصر دي احنا كده في المريوطية، انا شايف جاموس وبقر ومعيز وحاجات كده يعني. فاحنا اكيد في المريوطية يا اما في نصر الدين يا اما في زفت اللبن، صح ولا ايه؟ انا مش فاهم منك حالا. مش فاهم منك حالا. ايه انت نفسه ده؟ هنا. انت بتكلمني انا؟ انت افندي ما يا بكياسو. ايه؟ افندي ما بكياسو انت. يا نهار اسود، انت ملبوس ولا ايه؟ بقولك انا من مصر وعايز اعرف اروح ازاي للسيده زينب، يعني اركب ميكروباص منين؟ ولا اخد مترو الانفاق؟ لا خد القصر، القصر بعيد، امشي على طول هتاخد القصر، بعيد قوي. يا اما تركب حمار. تروح على حمار. يا جدع انت بتكلمني ولا بتكلم مين؟ بكلمك انت. ايوه ما انا بقولك انا اروح السيده زينب ازاي، من قلب المترو ولا من قلب الميكروباص؟ انت من حمار. انا على ابن حمار؟ يا جدع ما بلاش الاتقال. انت من حمار. يا جدع انت من حمار وستين حمار والله عذاب بايدي في زرك هطلعلك ولا اخرك بره. ايه يا عم الحاج؟ انا بقولك اروح السيده زينب ازاي؟ ما انا بقولك يا جدع من حمار يا تاخد. يا جدع اجري بقى بلاش غلاوه بقى. يوديك يا عم. انت بتطلع علمك عليا ولا ايه؟ بقول لك انا عايز اروح دلوقتي السيده زينب، بروح ازاي؟ خدي معاك على طول يا اخي. انا على ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محرق الدنيا. محرق الدنيا دي كلها. يا ربنا شايفك بقى. انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم الباشا. حبيبي شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرجت ويا افندم ويا ايه، مش فاهم انا انت ايه. ايه ده؟ مش فاهم انت ايه اللي بهرجت ويا افندم. يا راجل اجد انت تحت. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ يا نهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجة منه خالص. ده طلع أعمى في الآخر. قعدت من جنبي وبيجري. أيي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 ي
عايز اروح دلوقتي السيده زينب اروح ازاي؟ خدي معاك يا اخي انا ابو امي اللي عايز يجي يسالك بحاجه تاني. بس احلى حاجه عرفتها ان احنا في مصر. محو ام الدنيا. محو ام الدنيا دي كلها. يا انا ربنا شايفك بقى انت بتقول ايه؟ انت كنت بتشتم ولا بتدعي لي؟ بس خلاص انا همشي انا بقى. شاكرين قوي بلدينا. حبيبي تسلم يا باشا. حبيبي شاكرين قوي. انا مش عارف انت اللي بهرست ويا اسد ويا ايه مش فاهم انا انت ايه؟ ايه ده؟ مش فاهم انت ايه مش بهرست ويا اسد. يا راجل اجري من تحت حتى. ايه الراجل ده؟ وراح فين؟ النهار اسود. طب الراجل ده ايه؟ كان موجود ولا مش موجود؟ انا ما فهمتش حاجه منه خالص. ده طلع اعمى في الاخر. عدى من جنبي وبيجري. Thank you.
اغلي منك ايه؟ خش يا قد في حزة الطابور جخشش في ركبك. انا في حزة الطابور اهو يا حضرة العمدي، بس انت اللي محمل علي. وانت يا سلغندور، انت يا اخوي اسلب طولك شوية. ما هو ده اللي ربنا قدرك عليه يا عمدي، ماني واقف اهو صلب عودي زي الشجرة الميتة. اعمل ايه تاني يا ناس؟ اهدى يا قلب، بطل ولولا زي النسوان يا واد عيب، اخرس بقى، هاني عايز مصلحتك. لا اقف، ارفع راسك لفوق، واياك تخاف الموت. طب ما تيجي تقف معانا في الطابور يا عمدي وارفع راسك لفوق وتبقى مثل يحتذى به. ايه؟ طب ومين بقى هيراعي نسوانكم وعيالكم؟ ليكوا من هنا غيري، ابوك العمدي. ما هو دي اللي مصبرنا على الموت يا عمده، دي والله ده مصبرنا على الموت. بس خصمك النبي يا شيخ، وصيتي ليك عيالي، مرتي وعيالي امانه في رقبتك. مش مرتك وعيالك بس يا ولد، دي نسوان وعيال البلد كلها امانه في رقبتي. هو ده اللي قدرك عليه ربنا يا عمده؟ يا دي عبيط، افهم، الانجليز دول لازم نسبك عليهم الدور. يعزلنينا يعني مسلمين وراضيين، لكن اللي في القلب في القلب، وفي الاول وفي الاخر ده نصيب وحكم القدر. حكم الانجليز واللي بيوالسوهم يا عمدي. الله في سماه، لولاكش داخل على موته اني كنت موتتك بايدي وخناتك. وادي علوان، شوف الزفت الكلب ده. ما توقف عدل يا جدع انت، وخلي عندك نخوه، احترم الدقيقتين اللي فاضلين لك من عمرك. هو حتى كمان الموت بقى فيه مليطه؟ لا 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 يا علوان، لا بالراحه عليه، ده راجل ده حبيبني وبيننا وبينه عيش وملح. قلبك كبير يا حضره العمده، وصدرك كله حنيه. اعمل ايه يا سخنه؟ ما هم كلهم ولادي. بشراكم بشراكم أهل دنشواي، أحب أبشركم الليلة إنها ليلة هني وفرح وسرور. وعلى الله كده يكون كل واحد فيكم فائح حمومة محترمة ومعتبرة ومتعطر. ليه؟ لأن البياتة اللي لاقي حتكون مع حور العين، دي مكتوبة لكم، مع إن أنتوا ما تستحقوهاش. لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في كرم الله الذي ليس له حدود؟ أنتم محاظيظ، أنتم لكم كل الفضل والخير في هذه الليلة. ماذا أقول لكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم. مساء الخير. هو الطابور ده بتاع ايه؟ ها؟ والله؟ والله؟ عشان كده بقى. ايوه. ايه استنى، عندنا زغاريد بتاعت حريم كده وزيت وسكر. زيت وسكر؟ يا ساتر يا بابا. ما نحبش الخير لبعض ابدا. انتوا ما انتوا شعب، بصوا انتوا ما تحبوش الخير لبعض ابدا. ولعلمك لو ده طابور انتخابات حتى، ها؟ لا الزيت ولا السكر هيجيب فايده، لو بالزيت والسكر كان عبد الهادي الحلواني مسك مصر ومن فرع باب الملوك كمان. يا عم ما تقول ده بتاع ايه الطابور ده؟ ما انت مش هتسيب امك النهارده ما تقول لي. ده طابور ايه ده؟ داخلين نتشنق. ده فيلم جديد؟ خيه
وعملوه وحبكوها جامد. يا ايوه ده الفيلم ده بتاع مين طيب؟ بتاع يوسف جاهين؟ فيلم؟ انت عبيط يا جدع انت. يا اخي يا اخي هنتشنق الانجليز ولاد الكلب افتكرونا من الصوار قام هيشنقوني. عارف الطابور ده كلاته هيموتوا مشنوقين. يا عمي وانت معاني. لا والله قمار انت خارجه بره الطابور ليه؟ رجعي الطابور يا قمارة يا كلبه. لا اصحى بقى مش الذنب اللي يتقالوا خماره. خماره ده ابدا لك عشان خاطر واجب الضيافه، انما الكلبه دي انا ممكن اروح لك مضابه. المفتاح والباب والخماره والانجليز. ما انت عرفت انا نزلت فين، بس خلي بالك انتوا مش هتقعدوا كتير. ها؟ اتعمل عليكم ثلاث افلام، الذكوريه وبين الاسران والمهلبيه. لحظه واحده. امسكتوا الخماره دي لازم تتشنق. يا عم حماره مين بقى؟ اصحى يا عبد الحاج، اصحى للنادى يا بلدنا السياده. انا بص دي بص طالعه ما فيش اوعى يا دي لازم تموت اول واحده. اصحى للنادى سخونه خش عليها. انا النادى اللي ما بيعرفش الحاجات دي. بصيت اتفرجوا يا رجاله. وعهد الله الراجل ده زعيم ولازم نمسح على خطاه ونقلله كل اللي بيعمله كمان. أكيد مجنون. هو حد يستجري يطول على سيادنا الإنجليز غير المجانين؟ بس الواد ده أني خايف لا يطلع زعيم بحق وحقيقي. طب افرض يا عم ده طلع زعيم بحق وحقيقي. هاني أقول لك إحنا دلوقتي نتسحب ونروح على الدوار والإنجليز أكيد مش هيسكتوا. نقف إحنا بقى ونتفرج ونشوف بقى هنبقى مع مين فيهم. يا سلام عليك يا عمدة حكيم. أمال إيه يا ولد؟ هو عمدتنا دي أي عمدة؟ ده عمدة مطرح ما ترش دقيلي. وأنا هدقيلها بالطبل البلدي. تعالوا بقى نتسحب ونتدرى في الدوار. يلا بينا. يلا وراه يلا. من نفخنا ايوه. انا ما حدش ذوقكم على غلط. انتوا مش عايزين تعملوه. لا ايوه
لان احنا خلاص النهارده يوم الاستقلال. ايوه النهارده يوم الجلال. ايوه كفايه بقى مصر شالت فوق طاقتها ناس كتير. ايوه الحقوها قبل ما يروح الفطير. ايوه وتحيا يا مصر. تحيا 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 يا مصر. نموت نموت ويحيا عندنا. وهيسا هيسا 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 عند العرسة هيسا هيسا هيسا. بس يا بنت تويل هواني كل ما الاقي راجل تطلعولي كده زي ما كنت وابي. يلا كيش حدي وهي كيش حدي ماشي يا بنت كوري كوري خصر الجانة. نروح زي ما انا قلت لك بقى نعمل كده. اسمعوا يا رجاله. ايوه احنا هنروح نحوط على البلد كلتها. ايوه عشان نشوف اخرتها ايه مع الانجليز الكلاب دول. نقول هنا يلا بينا. يلا بينا يا رجاله. يلا بينا. شفتك وانت شفتك وانت بتوزعي البنات صحباتك يعني بتوسعي سكه كده عشان انت معجبه بيا يعني حسيت انك معجبه بيا فانا شايف ان العلاقه دي شويه اوفر شويه سنه سخنطات كده اوفر يعني. ايوه هو مش بيقولوا ان في غراب بين قوي اللبحي بس يا في ايه؟ غراب بين قوي اللبحي لبحي؟ ايوه يلا قصدك من اول لبخه انا يعني الرزبة اللي ورا دي. بس يا بيت بقولك ايه نبي عسل. انا اللي عايز اقولك ان انت عسل نكرر اه يعني خيوبين علي لو يحكبوني عليك اخبيك في قلبي من ديوبي. والله القلب بقى هنا دلوقتي بين ساعة بشافك حدف يا بيت. يا بيت ده ايه السحرات التلاتة اللي ورا دول ايه دول يوه. طب هو انت اسمك ايه؟ خدامتك فتحي. لا اوعي تقول على نفسك خدامه لقد خلقتنا امهاتنا في بطنها احرازا وانت من الاحراز اتوح. انا عارفه اسمك والنبي. ايوه طب انا اسمي ايه؟ سليبي. ايه سليبي دي؟ اسمك سليبي. لا ما هو سليبي اصلا ما ينفعش سليبي يعني انا حد بيقول لي سليبي يعني ها؟ اوبا ليه؟ أبا ليه؟ والنبي عسل. لا أنا اسمي الليمبي. لا بقدرش لازم أقول لك سي ليبي. بقدرش أقول لك ليبي. سي ليبي عشان أنت مهذبة. إيه هتقولي سليبي بدل ليبي. أيوه كده. طب ما تيجي ده بص عاملين إزاي ده غلس أوي. إيه بس يا بنتي تقولي ده غلس أوي. إيه تعالي مفيش هنا أي كفة شوب كفا شوب او انزرال في كوشه شابه او في انزرال. تقصد دروه؟ دروه؟ ليه وانا عليا احكام ولا ايه؟ بس لا في دروه يعني. والتبديل يا سليبي. سليبي؟ من التوحيد والنور. والنبي عندك حق عشان كده وحدتني ونورتني. قال لي هو فين كفر التوحيد والنور دي؟ في مصر. مصر؟ ايوه. مصر بالدنيا. مصر بالدنيا؟ ايوه. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو انت ما تعرفيش حد هنا اسمه هريسة؟ هريسة؟ ايه عليه احكام ولا ايه؟ اوعك تكون رخا زيهم. زي مين؟ زي الناس اللي عبالها تضرب فيه ليل ونهار. تضرب فين ايه؟ قال ايه؟ يعرف مكان كنز وابصر ايه وكنز ايه ومخبي السر ومش عايز يقرب الحد. وكنز قال. طب هو الناس دي مين؟ دياني بستلف بالده فده. ايوه وبالده اردب قبح وبالده بطين. ده بستلف بني بليب
اشترى بيه حلاوه طحيني. بلين؟ ايوه بلين وجاب بيه حلاوه طحيني. ايوه ليه انتوا لسه بتتعاملوا بالبلين؟ ايوه امال ايه، هو واخد الكنز حجي قال ايه لبى يظهر الكنز هيسدد، واخد بغلبه فيه نزله فيه ضرب لحد ما تعبه. اتعبه؟ ايوه عبي نضر راح. عبي لحد ما نضر راح؟ ده انت مش عايزه عمليه الحنيه، ده انت عايزه عمليه الاستنزاف تخش على مراقينك. هو عليه كام عشان خاطر يتعني؟ ده ما خلاش حد في البلد الا واستلف بينه، تلاقيه بديون مش اقل من 50 جنيه. 50 جنيه؟ يعني عايز عبرين على عبره عشان يسدد. يا نهار اسود، عبرين على عبره عشان خاطر 50 جنيه. 50؟ واضح ان الباب المره دي رمامي عند محمد ابو سويلم. انت بتكلم نفسك يا سليبي؟ لا 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 بلاش سليبي دي بقى، يعني ارفع الكلفت، ارفع الكلفت بيني وبينك كده وشيل السين وخلي لبي بس، عشان الاثنين مع بعض ببقى محرج كده. لا ما اقدرش. ما تقدريش؟ ما اقدرش، انت سليبي وهتفضل سليبي. يا بنت ما انا كده يعني مش حاسس ان انا يعني ما يعني في برد كده حواليا. خلاص سليبي سليبي. طب وهم ما قالهمش على سر الكنز؟ هيقول ايه؟ هو في كنز بتأسسه؟ ايوه يا بت في كنز. ايه؟ ايوه في كنز. انت كمان يا سليبي؟ يا بت بقى ايوه بقول لك في كنز، خديني انت بس عند قصر الزرازير وانا اوريك الكنز. ايه؟ دني شغاله هناك. كان صحيح حكايه الكنز يا اولاد؟ ايه بت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ مفيش يا سليبي. خديني انت بس عند الزرازير ها؟ ونروح نجيب الكنز وناخده انا وانت بقى. بدل الحبايب وعيش بقى من الحته اللي هنا دي، عيش يا بت هنغنغك. بصي على بيتك لؤلؤ في المصحف هتاكلي اكل بس انت يلا خديني هناك. استبان خلاص هاجي معاك. انا لا فضلي عين ولا تقي. خلاص ماشي. انت عارفه ايه اللي حببني فيكي؟ ايه؟ ان انت فيكي شكل كده يعني من واحده اعرفها اسمها بسبوسه وواحده ثانيه اسمها هند، وشك قريب منهم كيوت. وشك كيوت دول اخواتك يا سليبي؟ اخواتك؟ لا ده مش اخوات، ده يعني حاجه هقول لك انا عليها في العقارب اللي احنا مستعجل يعني عشان انا هم بيقعوا مني وانا ماشي. ربنا يستر عليك. الا قول لي يا سليبي. ايوه هو انت بالدرويش؟ بنورنيش ايه؟ درويش؟ درويش ليه؟ بتاخذنيش يعني يا سليبي، لبسك كده غريب، الجلابيه والعبابه والجزبه. ده انا اصل ده موضوع انا هيطول شرحه، فانا ايه عايز بس يعني معلش. ما ينفعش تدخل قصر الزرازير كده. ايه؟ انا هجيب لك لبس يليق ببقابك. بقابك؟ ايوه. متفهم ايه بقابك ده يا فتحيه؟ على فكره انت لازم تعملي اللحنيه وهتخرصي، لازم يحصل فتحه في اي اتجاه تاني عشان نعرف نتكلم مع بعض. ده تكسبتيش يا سليبي. يا بنت انت تكرهتني في السلبات. عاش زعمي. ايه الناس دول؟ عاش زعمي. الناس بترحب بك يا سليبي، انت خلاص بقيت زعيبهم. شوف كم دار في البلد كانوا هيترتبوا ولادهم، جيت انت ونجدتوهم. ده انا حييهم يعني. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. عاش الزعيم. يا أيها الزعيم لقد حررتنا وأكرمتني. صلاح الدين بعث من جديد. صلاح الدين حرر القدس من الصليبيين. والزعيم حررنا من الإنجليز. العين لا ترى سواك. أيوة. والقلب لا يعشق إلاك. وإيه النهاردة جمعة ولا إيه؟ النهاردة عيد ولازم نحتفل بيك. أيوة دخلك بس أنا أصل عندي مشوار كده يعني وفي بقين عايز أنطرهم كده مع القطة يعني. أبدا والله لازم نحتفل بيك. أيوة زي ما اتفقنا يا رجالة. أيوة إحنا هنقضي الزعيم وعلى دوار الزرازير عند العمدة. أيوة لازم نحتفل بيه. أمال إيه؟ يحيى مصر. يحيى مصر. نموت ويحيى الليمبي. نموت ويحيى الليمبي. أيها المصريين الأحراز. أيها المصريين الأحراز. أيوة. وخذوا ولدنا من بطنات أمهاتنا أحرازا. أيوة. ندخل 9 شهور
ومن كل 7 شهور والسبعة دي هي اللي احنا عايزينها لانهم خدوهم ضيع هم دول اللي ينفعوا في الثورة صحيح لازم نتكلم في حاجة زي كده ونتكلم في المرتبات بتاعتنا ما نسكتش على 15 قرش بس لازم يبقى مش أقل من 35 لتر احنا مش المفروض كده انظروا للحنفية أين الحنفية؟ أين الحنفية بتاعت الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش إذن أين الترعة عشان تاخد الماء؟ مفيش ماء؟ مفيش ترعة؟ مفيش ناشفة؟ الترعة جفت؟ يعني أنا لازم نجيب مية وترعة أمال إيه؟ ها؟ ولازم يبقى لنا نظرة في قلب الترعة لأنها نشفت طبعا واللي نعدي على الترعة لازم يبص على المالح يعني يلي على الترعة حول على المالح 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 بقى بيوجعني ليه؟ أنا لسه بيوجعني ليه؟ بقى بيوجعني من مشي امبارح يلي على الترعة حول على المالح رجلي بتوجعني بقى بيوجعني تقول يا زعيمني واحنا كلنا وراك ايوه بس خلاص بقى كده بقى مش عايزه كلام احنا تعبنا من الكلام فلازم نوصل صوتنا لكل الدنيا نهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هنهتف هنهتف بكل اللغات هاو 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 نو 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 باك 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 ما 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 انتوا ايه؟ معلش معلش كلام الموضوع اهم حاجه ان انتوا تشيلوا الجله والقرف على دماغكم. وتحسوا ان انتوا ايه حيوانات. يبقى انتوا ايه؟ حيوانات حيوانات لا ومش كده وبس تحس ان انت جلوط وانت في قلب الكده. لازم نبقى مهزئين. عشان بلدنا يتحط على دماغنا. مفيش عندكم قلب خالص. ايوه كلامك صحيح. صح كده؟ يا ليه ما تستنوش كزعيم كزعيم ان هو يجيلكم ويسيبكم من هذا الجلوط ده ما يصحش طبعا يلا بنت اجرمش يا ده عايز ايه يا بنت انا فتحي ايه ده فتحي طب مش كده طب قلت اروح عشان خاطر انا عندي دلوقتي حاجات في الفكر عايز اطور من الطينه ايوه راجل اطور من الطينه بتنا احنا مستنيين والله زعيم ايوه يلا يلا وعهد الله زعيم ايوه انت بالذات تجيلي عشان تاخد فلوس في التهذيب الله يكرمك بس مع الف سلامه تعالى يا بنت ايه عايز ايه خد يا سلبي الحاجات دي سلبي والحاجات ايه ده ده لبس جدي قبل ما تتهسوا الجابوسي جاموسه ده ايه بولت ايس كريم دي ولا ايه ايوه طب انا هعمل بيهم ايه دول تعمل بيهم ايه طب ده انت لازم ولابد تتغندر وتبنجي قدام اهل البلد كلمه اشحال ابا كانتش الهاسه والفرحه دي معموله مخصوص عشانك انت يا زعبدي زعبدي ايوه بلاه زعبدي وما يصحش تخش عليهم بالشكل ده فهمتني ايوه فهمتك صحيح وراي كل رجل عظيم لحنية الله قولي يا سلبي ايوه هي ايه اللحبية دي عمال تقولي لحبية شكلك متعكسني يا بنت هو انا شدني بك الا اللحنية بتاعتك سابع سابع ليه سابع سابع ايه سبعت ايوه سابع سابع ايه بقى سبعت الناس فرحانة بك قد ايه رأس وبغنى وبزيكي ايوه احنا نقعد نزغط بزغطه طبعا هوا بقى وهو وترت ترت هوبا ايرتي طب انا البس الحاجات دي فين
البنت العبيط البنت دي ولا ايه؟ بدنا كنا بعمل اراجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال اعمل اراجوز. ايه ده؟ البطل؟ ايوه البطل. ايوه الزعيم. ازيك؟ يا اهلا بالبطل. ايوه خلاص الله يخليك. يا راس حرسنا. ايوه يا راس حرسنا. أيوة. يا حامي ولادنا. ايوه خلاص يا مفرح نسواننا. أيوة. أيوة. يا اهلا بالزعيم. الله يخليك. بدك وحياه ابوك انا عايز اقول لك كلمه. انا عايز اغير الهدوم دي. تروح فين؟ انت تروح في اي حته يا زعيم. تعال على دوار العمده غير هناك. لا 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 عمده لا، انا عايز حته ثانيه مكنفه كده مداريه. عينيا يا زعيم، احنا فيك الساعه في الغرفه بتاعه الغفير هناك، بس هي مش من مقامك يا زعيم. مش من مقامك. انا هاخدش اكل ده، انا هاخدش غير الـ الـ كده. لا لا مش من مقام. لا زعيم الا انت يا عم. يلا بقى. لا زعيم الا انت. عندي بدل تسقيل قوي. عمدتنا وحبابنا يا بطل. حبابنا حبيبنا حبيبنا حبيب البلد كلها. والله حبيب البلد دي كلها. والله الله يخليك يا بطل. يا بطل يا جميل يا جميل يا جميل. ده ايه النور اللي بلد دوار النهارده ده؟ الله يخليك. ده ايه الضي اللي زغلي العينينا ده؟ الله يخليك. ده ايه الكهارب اللي ضربه في وشنا دي؟ طب احنا هنقعد ولا احاسب على وصل النور وامشي؟ اتفضل اتفضل. طب الخدمة الشريفة. البطل ده ما يقعد الا جنب انا. بعد اذنك يا عبد الله. حبايبنا يا سهيل. على شيلك شيل. على احترام حلوه. خبريه يا اخوي خبريه. هو احنا يعني مش قد المهم ولا ايه؟ ولا الطلاق بالثلاثة ما يقعد الا في حال. قول يا بطل. يا حبيبي قول يا مشرفنا. والله والله البطل ده ما يقعد الا في حال. ايوه 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 أنا خديك مش جاهز. أنا جنبي وجنب المأمور. تعطي المأمور الباشا. جناب المأمور اتفضل. ده ظابط جديد؟ قديم قديم كبير. أهلا وسهلا. اتفضل يا عمدة. اتفضل. نور يا زعيم يا بطل. الله يسعدك الله يخليك يا رب. البيض يا بت. البيض يا بت. البيض والذبايح والهبر والطعمية. انا ما بحبش العجة يا عمدة. احنا نذبح لك نعام. نعام الله يربينا يعين عليك. فين الزمر وفين التمر؟ انا ما بحبش التمر. انا ما بحبش التمر. لا 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 مش التمر التمر. ما بحبش التمر انا ما بحبش. الناس دي عم بتقول ايه؟ شكلها كده والله. ايه التمر ده؟ لا الطبل اللي هو بين اللي بين. ايوه الرقص والمزاج والصهلبه. دغري يا مزيكي.
مبروك مبروك. خليك يا شيخنا. منور يا لمي. الله يخليك. لا يا لمي. الله يخليك. اقعد يا ولد. عم حلوة. شفت قلنا بيت جدك؟ حسن روحه لبساني. انت بص انت العلاقة في وسط النواش اللي واقفة دي دهايم كل دول قاعدين خلي بالك. يا عسل بموت فيك. وكمان ناوي على البيت اللي زي لحظة القشطة دي. لا كل اللي فتحية تاني اخد عمرك وما تاخدهاش مني. عسل والله والله عسل. عايز اشوفك بعد الكنيف. تليفونك ايه طيب؟ اروح الكنيف. مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا وليه؟ خزعتيني كده ليه؟ حلوه قوي يا عمري. ايه؟ هي مين دي اللي حلوه يعني؟ الليله الليلة يا عمدي. ايوه ايوه الليلة. الله يحزك يا ما تدري. ما تروح تشوفي الستات يعني ضيفيهم كده وكرميهم. طيب يا عمدي. يا اهلا 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 يا زعيم. اهلا بك يا عمدتنا. منور والله. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. والنبي زعيمكو يعني عايز اعمل بيبي. يعني ايه بيبي يا زعيم؟ ايه يعني ايه بيبي يا زعيم؟ بيبي يعني انا عايز اروح عايز اروح الكنيف. عارفين الكنيف؟ يعني انتوا بتعملوا بيبي؟ وصلت وصلت. عرفت دي؟ عايز اعمل الحمام يعني حمام. أيوة. يا أيوة. فتحيه يا ستي فتحيه. انت يا بنت يا فتحيه وسعي سكه عشان الزعيم عايز يعمل زي الناس. أيوة. الحمام. ها ايوه انا الزعيم. الزعيم رايح الكنيف. الزعيم حيخش الكنيف. اتفضل. بعد اذنك يا رجاله. اتفضل يا زعيم. وادي علوان. امر يا عمده. هريسه متامن يا ولد. امان الامان يا عمده. حط بطنك بطيخه صيفي. طب غرجتك ده يا فمك. منور يا جناب المأمور. أمال يا حضرة العمدة، هو احنا لينا بركة إلا جناب المأمور؟ دول قولي الأمر برضو قولي الأمر. ايوه ايوه يا شيخنا. لحنية يا فتحية. أنا أطلع لهارسة إزاي؟ هقول لك. أيوة. بس خلي بالك من الديانة. دبانة؟ دبانة في كتفي هيسرقوه ولا ايه؟ دبانة ايه يا سليب بالديانة؟ الديانة بتطبصين له في كل حتة. خليك بستحرص. ايوه خليني بستحرص. شايف السلب اللي في ظهري دي؟ فين؟ طلع لك انت سلم. السلب اهو. اه ده ده اللي جنبه ده. هتطلع في البين في شباك. ايوه في البين ده في شباك في فوق في تحت في بطلة في البين في شباك في فوق. يلا 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 فتح. يلا فتحي. يلا وبعدين بقى في الجدع اللي طلعنا له في البخت ده اللي اسمه لمبي واكل عقل الفلاحين ودايرين وراه على طول. قولي بقى لازمي تاني ايه؟ عمده يعني ولا خيال مقاتل؟ اصبر بس يا عمده. الصبر حلو وكل وقت وله اداء. واللمبي دي تصريفته معاني. السلام عليكم. مش هنا منزل السيد هريسة؟ صحة صحة يا ريس. أنا طبعاً كنت عايز أقابله يعني. أنت جيت لأراك يا هالي. إيه ده؟ إيه على روحك الفتح؟ إيه يا عم أنت يا عم اصحى وفوق وفتح للكلام.
انت تعرف انت خلاص هي طارت منك ولا ايه؟ لنا اللندي يعني اسم من دهب وحروف من نار. يعني ايه الكلام دي؟ يعني احنا برضو بلد الجدعانة والرجولة والادب. اللندي مش سيدة زينب وعارف يعني ايه الوصول. مش انا اللي اعلم على صاحبي عشان خاطر في سوق خلاف بيننا وما بيننا. ماشي؟ سلامة يا شنتالة. انا ضربت ايدي في حلة تفال ولا ايه؟ والنبي يا عم انا مش من سيدة زينب والله يا رب ابوك يحبك. طب يعمل عمره؟ طب يركب طعم دواسات وحياة امك لاجي باسمك بالمرور. لكن ايه اللي صابك يا زينة الشباب؟ فوق وطبني يا سيدي رجالي. بدر عليا لو ربنا كرمه وقام بالسلامه لدبح جدي ووزع على البلد كلتها. عيب عليك يا راجل اختيش، هو الزعيم مقامه جدي برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ابتدى يفوق اهو. الكنز الله عزل انا مش من المنطقه تضربوني. لا يا سليم. انا ضربك لو ركبت. انت بخير يا زعيم؟ الحمد لله. هو ايه اللي حصل يا سليم؟ والله فاكر يا فتحي، والله فاكر، بس انا كل اللي انا كنت فاكره انه كان في خناقه مع حد فرديته بالبنيه. انت دحنا ايديا دخلت في عطر. اصل الناس لقوا باربي في الشارع. باربي في الشارع يعني منتهى الصلاحيه انا ولا حاجه؟ مش مهم، حبدل على سلامتك ان شاء الله. يعني ده شارع بعيد الشارع عليك يا فتحية. صدق اول مره حس ان في بني ادم بخاف عليا وفي حنيه كده وودن. يعني قول لي انا خاف عليك يا زعيمني. ايه يا عم انت ده؟ ايه يا اخويا خضيت وده دي؟ ايه زعيمنا ما يتخضش يا عم. لا خد بالك بزيدي يا عم. استنى انت، انا مش عارف التنين اصلا. انت مفيش اي تمييز؟ مفيش اي تمييز؟ انت مش في لحظه هنا عاطفيه تميز لحظه فيه هنا ودن وحنان؟ يبقى ما يبقاش حنكك يروح داخل في حناكنا واحنا لسه بنتكلم في الرومانسيكيه. ده عبيط ده ولا ايه؟ وكتاب الله الزعيم بتاعنا دي لو في منه 10 في بلدني لكنا نبقى احسن من اوروبا. وكان زمان جيوشنا جوه بلاد الانجليز كده، وكانوا هم اللي هيبقوا عبيد مش احنا. ايوه الاولى. وكان زمان مصر دي البلد اللي ما تغيبش عنها الشمس ابدا. وكان زماننا بعيد. بلا زبني بلا بكني. قوم يا اخويا اتطوه وكبلوا كلامكم بره. سليب لسه تعبان والقلب جوه ضلوعه. احنا عادتنا ملهاش لازمه. بس انا عايز اقول لك على سر يا سليمبي. حكايه هريسه اللي بتخطرف بيها طول الليل دي وموضوع الكنز هيكون سبب موتك. اللهم اني قد بلغ، اللهم فتح. ايوه تمام كده. واكيد العمده هو اللي عمل المهرج ده يا رجاله. ده الراجل ده شكله ده ضربني. اني ايوه دماغي كده فاكرها. لا اله الا الله. والله يا هريسة الكلب ما اعتاد.
وإن كان العمه ما كفكش عشان تقرب مطرح الكنز راني هخلص عليك. خبر يا حضرة العمدة، اهدي مش كده؟ ساعة الغضب العقل بيذهب بيروح. واني هعمل ايه بالعقل؟ انا عايز الكنز. ايوه كده صح يا عمدي، الكنز. وانت مال امك؟ حد طلب منك رأيي؟ اخرس انت هلا حط بلغة في بقك. احنا يا عمدة جربنا معاها الشدة كتير وياما، يعني كانت عملت حاجة؟ كلب ولا يسوى زيده يحتكم على كنز ملوش اول ولا اخر. واني عمد الدنشواي وكبير الزرازير مملكش الا 1000 فدان و500 بارة. ده عدل ده يا شيخ يا اللي دارس الدين؟ الدين براء من هذا الظلم، ظلم الانسان لاخيه الانسان، حكم الانسان لظلوم. وعشان يرجع الحق لاصحابه ونعدل الميله لازم يكون في الحكايه حكمه. حكمه؟ ايوه حكمه. اخرس انت. طيب يعني عاوزني اعمل ايه؟ خلص احنا نخش عليه دلوقتي وما يحسش بوجودك خالص، تبقى سكتم بكتم وسيبني اني اللي اتصرف معاه. ماشي؟ انا جعان يا عمده. اتسد يا بغل هاكلك جتك الهم. يلا يا دي حلوان افتح الباب. لا يا عمده انا بخاف منه. خف خف يا نغه، افتح الباب يا خيخة. يلا يا شيخ. عاوز بدي عاوز. مين؟ عليك سلام الله. وانت عليك غضب الله. مقبوله منك يا سي هريسي، مقبوله منك يا هريسي. يا ابني مش عايز تعقل كده هوت بقى وتدل العمده على مطرح الكنز وتمتثل للقضاء والقدر؟ سيب القضاء والقدر لصاحبه فهمني. من اللي ادى اسماء الفلاحين الغلابه للاستعمار الانجليزي عشان يشنقوهم؟ كلامك غامض علي. الكلب اللي بيكنس من ورا خدمه الانجليز على حساب اهل بلده ويبيعهم بالرخيص، الشيطان اللي انت حطت يدك في يده. يعني اني اني ايه ده؟ هو الشيطان هنا؟ ما تلم نفسك يا سهريسي، انت مش شايف بتكلم مين؟ لا مش شايف. ولما انت اعمى البصر اتكلم على قدك. انت بتعايرني على اني اعمى؟ انا صحيح اعمى البصر لكن انت اعمى القلب والبصير. اصفخس عليك عمده معفن، عمده هزق. انت واهلك اللي هدوء وعيله واطيه. ولا علوان طخ الواد ده عيارين قاعدين الرمايه دي. البندقيه ما فيهاش رصاص يا عمدي، قلت لك 100 مره قبل كده ان شاء الله حتى نحط فيها قرنين فلفل احمر. تهوش كده يعني؟ جتك ده يا في امك. يمين بالله ثلاثه بالله العظيم لو ما قريته بالحقيقه بكرة قدام الناس في صلاة الجمعة. بكرة التلات يا هريسي. يا سيدي مشيها جمعة. وبعدين أنا راجل أعمى، أنا بحذركم إن ما قريتوا للناس بالحقيقة هكشف سركم قدام البلد كلها، أنت والشيخ العرة دي، هخليهم ياكلوكوا بسنانهم ويقطعوكوا نساير نساير. ولا علوان استوسخ لي سكينة مصدية وهاتها عشان أحش بيها رقبة الكلب ده. سكينة ايه يا عمدة؟ بس تعالى تعالى بس تعالى بس. ابني يا في الشغل لي. صلي على النبي يا راجل. يلا بس تعالى. خصية عليك وتفي. الحمد لله الحمد لله إنني راجل أعمى عشان ما أشوفش الوجوه العكرة دي. الحمد لله على سلامك يا زعيم. الف سلام عليك. الف سلام عليك. خلاص تمام، لحدش يجي تاني. انا خفيت انت خفيت خلاص. بطي يلا يا اختي انت وهي، يلا وروني عرض كتافكو. يلا ماشي يا فتحي. مع السلامة يا اختي. يلا يا اختي. يا هلا. واكبر اختي وفي برضه. والنبي يابا علقي على براد الشاي عشان اعمل كوبايه الشاي لسليب. حاضر يروح امك وقلب امك. النبي يا رب ارجع ليه متجوزه. بطلي برطمه يا وليه وروح اعملي لي كوبايه شاي معاك يا كمان. حاضر يا اخوي.
والنبي يا رب تسمع منه. واني هنام شوية. ماشي. عيلة متفهمة. سلبتك يا سلبي. ما بلاش سلبي دي، يعني سلبي دي بحس ان انا قاعد قدامك عريان. يا بنت عسل والمصحف ده بيطلع عسل. والنبي عسل يا بنت، ده انت بصي ده بصي في عينيك، بحس ان في مصيص من الامل جاي. في سفينة ميه، كفايه ميه، كفايه ميه فتحيه. لازم ننزل الحراري. حراره ايه اللي تنزل؟ ده انت لو بتنزلي عليه كان زمان نزل وغرق دلوقتي وبيقولوا انقذوني. خلاص يا سيدي بلاش. بص بقى دلوقتي بقى ايه؟ قرب مني. احترم نفسك يا سليب. ماشي خلاص، قربي شويه كمان. حلو كده؟ يا ريت بالراحه. العيله دي اب عامل نفسه نايم وكانه جاي له غبوبة السكر، وام بتجيب الشام المزارع كده، وبنت قافزه على رجل. بتكسفنيش يا سليب. لا مفيش كسوف خالص. بص بقى يا ستي. ايوه. خليك معانا يا عم الحج وانت نايم كده، ها؟ بس بقى انا فكرت في الفتره اللي انا كنت نايم فيها. يوه، بتفكر ازاي وانت نايم؟ بتفكر ايه؟ بتفكر ازاي وانت نايم؟ ايوه. طب انا هضيع وقتي في ايه وانا نايم؟ لازم احلم عشان خاطر افكر ولا اعمل اي حاجه. انت طبعا وجودك عند العمده في قلب البيت مهم، عشان انا لما رجلي تدب كل شويه ابقى داخل بحجه. ايه هي بقى الحجه؟ ايوه، عشان نبقى دايما في بينا وبين بعض تلاقي. عشان نعمل ايه؟ نتجوز. ألف بركة. ده كمين ده ولا ايه؟ اسمعيني بس يا مقتدري، الكلام أخد وعطى. أنا حتجوز البت اللي اسمها فتحية ديت كوعاء ليس إلا، تخلف الواد ويبقى باسمك، بعدها بقى ناخد احنا الواد نتلايم عليه وننطر الوعاء. اياك شانيه بقى حاكل من كلامك البكاش ده يا عمده. اني عارفاك، اني خبزاك ووكلاك وهضماك. اطلع من دول يا عمده، هشك بشك. ليه ده كله يا مقتدري؟ ليه ده كله؟ الله، واني بعمل كل ده علشان مين؟ ما هو علشانك، العز والأملاك، بسم الله ما شاء الله، اللي حوالينا وتحت يدنا والأراضي والمواشي دي كلها، هتروح لمين في الآخر؟ لأخويا ابن أمي وأبويا هيورثني، وهي دي صلة الرحم. لا، فلوسنا لا، أرضينا ما تخرجش برانا أبدا. يعني آني حب أم الواد وبورق رسمي مكتب الصحة في كرشي، والدفاتر في كرشي، والمأمور في كرشي، وكله كله تحت السيطرة. هي قلت ايه؟ موافقة. حلو، بس بشرط. مر ليلة دخلتك على المدعوق. ايه؟ اشمعنى؟ تقضيها في حضناني. في ايه يا دي الواد؟ وايه الزيت اللي عندك دي؟ ده فرح سلمبي يا عمدي اللي اهل البلد عملوه زعيم. اللمبي؟ واتجوز مين بقى بسلامته؟ البطاية يا عمدي، بطاية البلد، فتحية بنت حسان يا عمدي. يا فتحية ما تمت، خدها اللبي وطار. يا اهلا يا زعمني. اتحشمي يا وليه وخش جوه. يلا خش جوه. يا رب يا رب ما بلاقي نفسي عند الفراعنة. يا رب انا سامع صوت كركره وميه وشيشه، ناس قاعده بتشايش. يا
انت طلعت المغيطه دي ولا ايه؟ بقولك والنبي امورنا خواجه، اول بحر ده بحر اليونان ولا مرسيديك؟ ايوه يا جدعان، واضح ان الحجرين تقال. احنا في اسكندريه يا جدع. لا والنبي احنا في اسكندريه. اسكندريه مريه. اسكندريه يعني بيني وبين السيده زينب ساعه ونص بالديجو سبع راكب، واخد الكنز واخد بيعها. ايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ ابني كان عندي زف البحر امبارح. وانا برضه بقول الحجرين تقال. جمبري اللخبطه دي بقى. يا لي يا ست داهيه، يا لي يا ست فتيسي. يا ابو شدايه فين النسوين اللي وعدتنا بيهم دلوقتي؟ هلو جمبري 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 جمبري. ايوه يا اخويا، احنا سمعنا ان جايه لك رحله من مصر. دلوقتي هلو اجيب كرسي شمسيه. شكرين يا اخويا. هيو على تقل دمك. يا فتيسي مين الولد الغريب اللي بيصطاد عندنا ده؟ يا مين الولد هو جاي يصطاد عندنا في حتتنا ليه؟ ايوه حق صحيح، جاي يصطاد في مكاننا ليه؟ انت ولا مشي من اليمه دي؟ الله امشي من اليمه دي ليه يا عم الحاج؟ انا واقف هنا فرض الحكومه. لا يا عم الحاج يا خفيف، انت مش فرض الحكومه، دي بحر. ايوه برضك بحر الحكومه، ولو عندك حاجه اعملها بقى يا عم الحاج. هو الواد ما فيش حد مالي عينه ولا ايه؟ ده انت اللي عامل لي فيها فضيتها قوي. ماشي يا ولا، ما تلم نفسك بدل ما تزفر الرمله بدمك. الله بتعمل انت اللي انت اللي هاور فيهم يعني؟ يا ابني من هنا ايه يا ضياء؟ ايه يا ده يا ده يا انت متعسى يا راجل ولا ايه؟ بقولك نزل ايدك بدل ما نعملوها معاك. اعملوها جنب الحيطه احسن يا ده. يلا قدامك ايه؟ لا مش كل واحد يجي يعمل علينا رئيس، كفايه علينا واحد. على قولك الولد ده بيفكرني بمعلم سنجاري، كان جاي كلب لحد ما كبر دلوقتي بقى رئيسنا. بينا بينا عكشينا على رئيس سنجاري. طب انا ما عايز الا انت بقى. بينا يا رجال اوعى ما مشكلين يا معلم سنجاري على النرس اللمبوطي ده. مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الريس سنجاري كلب. الريس سنجاري كلب وفضل يستحلب ويدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى ريس المركبيه هنا، بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت تسمني يلا. لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف. انا مش سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده، الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم، بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا يا اخويا. والله العظيم انا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عسلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى له ودوك كراكون. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. نزل إيدك يا ولد. أخي عبك إيدك بقى. الله. يلا بينا على الكراكون يا رجالة. يلا 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 ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم 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 يا ع
جدعان انا مش زينا من مصر انا مش زينا ايوه يا جدعان ما تخافش يا جدع لو انت مصدوم انا هطلعك مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري بيقول لك هو اللي حرام اركبه مع عسليه عسليه مين يا عم انت يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا شكله بيسيح علينا يا عم بس ما تقول حاجه للنبي بقى الولد على حق اهو والنبي على حق سيبني بقى اصل اصلا مش من هنا ومن السيده زينب وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه الولد ده شكله صابي وردش جول يا عم ما تقول كلمه لله عندنا يا اخي الولد على حق على حق بقى يا دي امشي خدلت ايدي يا عم انا مش عايز اخش جوه ولا حاجه يا جدعان مش كويس يا جدعان دواء الاعصاب يا فندم متشكر يا غريب انا اخدته دواء الصرع يا فندم ربنا يخليك يا حبيبي اخدته فعلا اخدته ده دواء التشنجات ساعتها انا ما اخدتوش ده مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه دواء يا عم ده يا عم ده يا عم ده خلاص الولد ده حرام اسمع عسليه اسمع عسليه امنع الكلام ايه خلاص مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه مفيش احترام للرتبه اللي كانت قاعده على الكرسي ده دلوقتي بنظام بنظام اعصابك يا فندم اعصابك خلاص يا غريب بنظام احكوا لي ايه اللي حصل الولد ده ولا انت ما تغلس امنع الكلام ولا قسما بالله اهو حاضر يا باشا حاضر يا باشا حاضر بنظام احكوا لي الولد ده هو اللي حرق مركب ابو عسليه يا عم ارحم اللي جابه ام بقى الولد ده على حق انا شفت بقى على حق والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه انا مش سيده زينب اصلا والله وبعمل طعميه امنع كلام انا مش زينب والله امنع كلام ما تستعطفنيش لا والله ما استلطفكش والمصحف والله ما بستلطفك ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم مظبوط وكمان طلعت من البوليس السياسي الولد ده على حق شفت بقى على حق والله لا كده المسألة وضحت على الآخر فضلي بقى المكان ده كله غريب فضلي القاعة شو الدم يلا بره باخد اقف مكانك اثبت جوه كما كنت لا هو مش طب ولا لا كما كنت ودخل لا 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 حاضر اثبت حاضر لما اقعد حاضر فضل تفضل تعال اقعد حاضر استناك كتير لا ولا قوم اقعد ما نهزر اقعد حاضر اثبت مكانك حاضر كما كن حاضر اقعد اقعد حاضر ده احلى ده في سفنك كتير في سفنك احلى صوت الباشا انا مش من هنا انا اصلا من سيده زينب وراجل بعمل طعميه وعلى باب الله بدنا اصل انت مش واخد بال حضرتك انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب استنى نعم انت كنت جاي من عند مين انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار في قلب ايه؟ في قلب السحرة احلى خمسينة الحبايبنا اللي حارسين المينا جرايا يا عمنا ما قلتناش الولد اللمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ الولد ايه؟ اشرب ميه طازي ما عملوش حاجة اشتعل عليك يدوم الواجب ابو الشنبان انت تؤمر يا حليم من عينيا من عينيا بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي ماشي يا حليم طلع قشر بياض ملوش في اي حاجه براو عليك يا واد حليمه خلي بالك الولد ده يخصني بقول لك انا حليمه
هو خارج امتى؟ في ديلي على طول. الله، امال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه. بقول لك ايه، ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك فين الحلاوه يا عم عبده. من عينيا، بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك اهلا حليمه، انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. دوم الوجبة بابا ديعة او النبي، احسن الواحد على لحم دماغه من امبارح. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا دوم بابا ديعة، دوم رجالة. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه يا عم. ده ولا غلبان، انا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وانت كمان يا ابو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فانا ايه لما حصل ان انا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ولا عند الباب وقلنا كان الباب ده وجن ايه، فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الضر، بس هي كانت مستنقرة زهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منت كده، فبس عرفت. وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دمشواك على هناك عندهم فقلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعه عشان ما حدش يزعجنا في القعده الخلويه اللي احنا قاعدين فيها دي. تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عساليه والولد ده بريء. شفت بقى، انا والله ما انا بقول لك انا بريء، انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب، خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على النعمه ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك. بقى ايه الراي بقى؟ عليا طلاق بنت ثلاثه، ناخد الكلمه دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليا. فرصه سعيده جدا. الف سلامه. الله يخليك، مبسوط ان انا خدت افراج على ايدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجه؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. رب كرمك يا حماد يا حلولي. ادعي لي ربنا ياخدك. شوف الولا اهو. ولا كفاره يا انا كفاره. السجن للجدعان. السجن للجدعان. ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج. معلش اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وش جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ صدق انت ابن نكته. احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه، طبيخ حندان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته. ايه العيال اللي متمسمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت يالا جند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يالا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه ومن يا شبه ومن يا شبه من عيون الحزينه. قطع يا عم. سفينه رست على المينا ومن يا شبه ومن يا شبه. يلا يا لمبي. يلا انزل تعالى. هذا بنطلون على بنطلون انت بس يا عم. خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوزه. ايوه كده بوزه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوزه. كسين يعني. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي عم بليل في الشرب حاسب شويه؟ ده انا حوت وحسب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي مالوش في الشرب؟ صدق بقى انا مش حاسب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو. خش. انا اختي واقفين بتنظر مخدماتيه. شوفي دول ايه الناقصه، بتسكي الشيش في وشي اللي هيفكولك لحام صدرك. جاتك داهيه في ريحه الشباير اللي طالعه من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مقمع، وممكن تلسوعك انت واللي اتشديت لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلافندي. انا اسمي ادرا. النهارده نادي ولا حاجه؟ هي تلايح ولا ايه؟
عامل لي راجل وانت ما تكملش ازداري. ملك يا الفندي، ملك ومال البنية، مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ أني انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخة بقى عرتونا رجالة او فاش. نحمد ربنا ان احنا لحقناك يا ست امي. عشتوا؟ قال هو فين بيت نزل المخدماتية؟ دي جنبنا، تعالي نوصلوكي لحد عندها ونوجبه معاكي فنجان قهوة ونفرجوكي على شوية قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لهو انتوا بتشتغلوا ايه؟ اني دهية ودي اختي فطيصة، واحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حتة هطلعلطي فيهم زي البلطية وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروح عند نزلة المخدماتية ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا واحنا بنرقصوا. قال هو بيتكم فين؟ ده لازق لازم في نزلة المخدماتية اول عتبة. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفت يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الدبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه دراعها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه، بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. يلا يا فندم عبد الحي. عليا الطلاق، لا تشرب القرعة دي كمان يا لمبي. أنا مش قادر يا أبو بديعة، مش قادر خلاص. الله، أنت إيه بقيت فول تنك؟ عليا الطلاق، لا تشرب القرعة يا أبو بديعة. دي سادس قرعة تشبط، أنا خلاص شنب هيقع. يا عم ما تخافش، أنا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله، تدفع الحساب إيه؟ أنت جاي مصنع الرجالة وتقول أدفع الحساب؟ ده أنا اللمبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. ابو بديع، هو الواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب، اقعد اقعد يا ده، ناخدك في سرنجه. اقعد حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تانيه يالي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع، ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا، خد بالك. كان ده ليه؟ احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه، بتاع هريسه ومهريسه كده. كم؟ ايوه 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 ايوه. افتكرت؟ ايوه افتكرت. كنت انت بقى لف في السنين والسنين تلف فيا وانا لف فيا وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لمبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيه. تعرفوا يا رجاله، اللمبي ده كلامه موزور. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سي. ايه يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد ده على الطلاق انا ما بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب. تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب. الله يخليك. اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي. انا بقى الحكايه. حبيبي على فكره يا جماعه، الراجل ده انا مصدقه. وانا كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله، اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال نلف في السنين. كمل بقى، ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج، هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. ده عبده، انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت ابو بديع، انت مش شبه عليا ولا حاجه؟ الا فين خبيبي؟ بنايوتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب من اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عبيت القريه صح؟ تستبتي انت؟ خبيبي حساب سرب اللي انت سربتيه. سرب اللي انا سربته؟ على بضيعه، ابو بضيعه عرضه.
عبدو يا لمبي الرجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصور اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يفهم منين ما انت عرفت ان انا مضايقك انه خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد صورتك ياخدك على كراكون انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلعنا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كليفتي انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص هقول لك عيان ده واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس خلاص خلاص اقعد يا لمبي خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ اما ليه تعالى وحنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده وفي الاخر وصل امانه؟ انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم قله الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده خلاص حاسبنا. ها؟ حاسب؟ ايوه. صدق بقى انا زعلان منك ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله يلا بينا نقوم من مكان القذر ده. يلا بينا تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه يعني انتوا امين معايا بوجبات كل شويه وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكم الولا لمبي ده في القلبان ده مفيش اخوه بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكرة انتوا دمكم تقيل قوي انتوا التلاتة. احنا هنغنشوك وشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي وصلنا. وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشة. انت واخدنا على بيت دعارة ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعارة. بقول لك انت نكتة. بقيت غلس زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. الله يكرمك. اقعد بقى هنا؟ ايوه. على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله. جرى ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا، على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحده كمان. ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ وصل الامانه اللي انا كتبته لك. لا 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 انتوا كده اوفر قوي، بصراحه ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان ترجيه بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود. انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله يدفنوني هيبقى فيه جثث انها جثه انما بعد كده ياكلوني صح ولا ايه؟ ايوه ده الكلام المظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي ابعتوا لي على فلاشه اتفرج عليه بعد الفطار. ايه يا ابو لبسوا كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس. فلوس ناس في علم الغيب واجب برضه الحافظ عليها. ايه ده الكابوريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لمبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما بحبش المياعه في الشغل. يا عم مياعه ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بسلب في قلب الكنبه؟ كلمه ثانيه همطير رقبتك. ليه طب وفلان البوز؟ الله يشفي فلان. انا معاك يا عم والله والله معاك.
ابو بديع حليمو تعالوا معاي. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما انا خلينا قاعد. طيب بدي ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط. شويه البت مربربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه. لو احنا هندفنه فين؟ هتوسعي الحفره يا بت ولا ما تدفنوكي مطرحها؟ يا نهار اسود بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفان دي؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا. انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره، فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره، فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو بديعه وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ اه في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه رايح جاي عمال يتسال. يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لا والمصهر الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمره بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي، معلش اتأخرنا عليك. حبيبي أبو بديعة، أبو بديعة ازيك وحشتني والله. أنا قاعد هنا من ساعة ما أنت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا، إيه يعني معذورة؟ ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المساغ. عسعست عليه؟ أيوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة سلمبي. لا ولا حاجة. أهلا أهلا مشرف. الله يخليك. في بيتك يا أخوي. الله يخليكي. المية دي يا سلمبي. المية. تمام دي أصل أنا بحب أريل وأنا قاعد على نفسي، يعني بحب أريل وأنا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان بريالة. جدي أبو ريالة الكبير. يعني عيلة معروفة في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه ده كان يعني بصي ما فيش اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده في حد تاني جاي بتسأل؟ اختي في حد تاني جاي؟ سيفي في حد تاني جاي؟ يا استفتيسه يا سيفي يوه انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجاله؟ ما تخافيش يا شابه بس يا عبد وجوزي. خش يا اختي البيت بيتك خشي. ايوه عليكي انت مكسوفه ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح ده دغدغتهم كلهم نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى بنت العركه؟ لو انت صادق انا الولد الطري اللي انت عكننت عليه على البحر. تصدقي عرفتك من بقك؟ انا مش بقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي طمنيني دراعك عامل ايه دلوقتي؟ هو انت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك
البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخدوا مساغ غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساغ. اسمع زي ما بقولك، ارجع عن موضوع المساغ، الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب اداهي. الناس دي بتلم بين ده بين الناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي من عندهم. قوم امشي امشي امشي. الحدود بينفخوا من الناس، الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوا من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ، يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك، حاولي تخلعي من هنا، اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. نماذج بنت ما تمشي. بقول لك ايه، نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك بقول المزمزل مش ماشيه البنايه، هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي، شاكرين يا عم كباري، شاكرين قوي. حبيبي فين الناس في الكوسكوس؟ اهلا يا شربات، منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي، اتفرجي. ولا حلمو، انا عايزك تحركش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام، طول عمرك يا ابو حمادات يا سيد الناس، طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك يا ابو بديعه. طب يلا يا اخويا، ام حبه. حاضر يا سيد الناس.